لا مش هي، يمكن بيضة كده ولا كده. سفروا في حاجة شكله ممشش. لا البيضة ممشش يا عم، ومجازة ما أنا جعانة. لا البيض ده سفره وحش، سفره وحش. ما هو بيض الوزارة كله كده. طيب أنا ما قلتلكش عايز بيض وزارة، أنا عايز بيض بلد. ها عندك أهو. طيب أقول لي كده زلط بلدي يوكا يا زلط. بص هتنزل عاملة إزاي؟ لا بياض وحش، بياض وحش البلدي برضه. بقول لك إيه، ما عندكش بيض خالي دسم؟ لا خالي ولا خالك بقى، الكلام ده يبقى في الجبنة. طب إديني طن كيلو جبنة. غور يالا غور من وشي ينعل أبو استبحت. أنت بتشتني يا زلط؟ بقول لك ينعل أبو استبحت. شاكرين يا زلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا زيكو باص يالا باص. حاسب حاسب يا جدي يا جدي، حرام عليك قلبت البيت سكه حديد. كويس انك جبت الانبوبه، الانبوبه بتاعتنا فاضيه. دي مش بتاعتك، بتاعت خالتك ام مجاد. ايه انبوبه الشهر بتاعت خالتك ام مجاد، ولحمه السنه بتاعت خالتك ام مجاد، وخضار القرن بتاع خالتك ام مجاد. وطي صوتك لا تزعل يا جدي. ما تزعل يا اخي، والله ابنها لو كان هنا ما كان عمل نص اللي بتعمله. والنبي لو ابني جاد كان هنا لا خليته رمك في الشارع. ليه كسرنا جار ولا واخدينها بوضع الياب؟ يا جماعه انا لو وقفت اكتر من كده هتنفجر فينا كلنا. وسعي وسعي خالتي وسعي. اتفضل يا دناي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي، اهو ده اللي واخدينه منك. ربنا يخليك يا اسامه. على ايه يا ام؟ على فكره جد عامل لك مفاجاه. ايه جاي؟ لا باعت لك شريط، بس بعد ما تغدينا بقى نتفرج عليه. طب والنبي دخل لي الانبوبه دي في الحمام. لا انا ما صدقت دخلت المطبخ، مستحم في المطبخ يا خالتي. هنتفرج على الشريط ونلعب دورين السلم والتعبان، وبعد كده اقول لكم على الفسحه اللي انا موضبها لكم. وجد بعت الشريط ده ازاي؟ عن طريق قناه الجزيره. مش قلت لي جاي مع الحواله؟ بيهزر يا خولس. ما خلاص 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 خلاص. ايه يا خناقه؟ لا يا خالتي عيب نتخانق. خلاص يا جد خلاص يعني، والله هكسر الشريط. يلا بسم الله. يا لهوي، هو جد اتجوز من ورايا يا اسامه؟ لا يا خالتي انت طيبه، ابنك عشان نتن وبخيل مش عايز يجيب شريط جديد يسجل عليه. هو مين كان بخيل في العيله؟ ابوه. لا وانت ما شاء الله مصرفه. اهو يما جد اهو. ده جد؟ ايوه، البدله اللي متعلقه وراه دي هي اللي سافر بيها من 5 سنين. ايوه يما انا جد، ما تستغربيش، الغربه تعمل اكتر من كده، والدنيا ملطشه معايا جامد جدا. الله يخرب بيت ملطشه معاك. طالما ملطشه معاك انزل يا بارد. اهدى يا اسامه واقعد بس. 5 سنين يا راجل مش قادر تنزل تشوف امك اللي لازقه هنا دي. اهلا، ازيك يا عم زرجينه؟ وحشتني، وحشتوني كلكم والله. اسامه انا حاسس ان انا تقلت عليك شويه. شويه؟ 5 سنين وتقول لي شويه؟ مش متفقين على 2 سنين ياض؟ سامع ابنك يا خالتي؟ اهدى بقى يا عم اسامه وقدر ظروفي، بعد حرب الخليج القرش بقى يتعمل بالعافيه. مش هتبطل النتانه والبخل بتاعك يا جاد ابدا. اقطع دراعي ان ما كنت شريك في حصه البترول هناك. ده انا بحرم نفسي من الهدمه ومن اللقمه عشان اوفر لكم ال 200 جنيه اللي انا ببعتهم كل شهر. كذاب الواد ده كذاب، والله العظيم يا خالتي بعت 57 جنيه مستلمهم بايدي. ولا الشريط ده متفبرك، شغل مخابرات امريكيه مش هيدخل علينا. هلاقيه جايب له طعميتين وبيسقف ميه، مش هيدخل علينا الكلام ده يا جاد. وادي التلفزيون. استنى يا اسامه ما تطفيش. ما تطفيش ده انا هبيع التلفزيون ده.